تعال نروح معاكم نشوف رأي برضو كباتننا الكبار ونعرف آرائهم كده في المباريات القوية، خصوصا لو كان نجم لاعب لنادي الأهلي ونادي الزمالك. هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن محمد عبد الجليل، بنرحب بيه. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا فرح، ازيك؟ كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب منور وعايزين نعرف منك بقى، يعني لعبت للنادي الأهلي ولعبت للنادي الزمالك، وبالتأكيد بقوم الاثنين كتاب مفتوح ليك، بقيت عارف يعني بتكون كده مستشف ما قبل المباريات، أنهي فريق اللي كفته ميلة أكتر المرة دي؟ الأهلي أعتقد أنه هو جاهز فنيا، عنده وفرة لعيبة، الراجل كولر بقاله فترة حدود 15 16 لعيب بيلعبوا بقالهم فتره، عنده تشكيلتين بيعتمد عليهم كولر، فالوفره في اللعيبه ولياقه المباريات ممكن تسعف في النادي الاهلي. على الناحيه الثانيه الزمالك فرح بقاله يعني يمكن ماتش سوار الغيني ده اللي اتلغى، ده مش في مصلحه الزمالك لان اللعيبه كانت محتاجه، يعني ماتش سوار ده كان ضعيف شويه، كان ممكن يخش فورمه ماتشات اكتر، تجانس اكتر. عارفه ان الزمالك دلوقتي بيجدد لعيبه كتير وبيجيب لعيبه تانية جديده، فحته التاقلم بسرعه مع بعض مش هتبقى سهله قوي. اعتقد ان النادي الاهلي هيخش المباراه اول ربع ساعه او ثلث ساعه يحاول يخلص على الجيم، لان مش في مصلحه الاهلي لو الجيم طول. معرفش جوميز بقى هيلعب مقفل ولا هيلعب مفتوح ولا بالنسبه للزمالك، بس اعتقد ان هو هيلعب نص ملعب وهيلعب على الكونتر اتاك، لان هيتلدع من الاهلي في اول ربع ساعه تلت ساعه. عارفه انت اللدعه بتاعت التعبان دي بتخلص الماتش في الاول، فاعتقد ان خبرات جوميز برضو في الدوري المصري، يعني هو من ساعه لما جه فرح جوميز، فاكر طبعا الزمالك بيلعب على الفوز مع كل المباريات، معرفش لما يقابل النادي الاهلي هم بلغوه النادي الاهلي ووروا له مبارياته وهو سامع عن النادي الاهلي، اكيد هيتفرج على لعيبته، اكيد هيقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي بالتاكيد. يعني عندك لو فتوح هيبتدي، اعتقد ان كولر هيرمي عليه بيرسيتا ومحمد هاني وحد من نص الملعب، يعني هيبقى في ثلاثه ناحيه اليمين. وعلى الناحيه الثانيه برضو لو حسين او رضا سليم اللي ابتدى، واعتقد ان اي حد فيهم هيبتدي هيبقى فايق، يعني أكيد. يعني رضا وحسين عشان كده بقول لك هو الراجل موفر في كل مكان اثنين. يعني لو قلنا كريم فؤاد وبيرسيتا ويمين، حسين ورضا وسام وكهربا قدام، الاربعه في نص الملعب اللي هو سلية كوكا مروان امام قفشه، في حوالي خمسه جاهزين. ناحيه الباك رايت في محمد هاني، ناحيه الليفت في علي معلول وعمر ومحمد هاني، ناحيه اليمين هو واكرم، والثلاثي بتاع القلب عبد المنعم رابي ياس، معرفش حد فيهم مصاب او عنده. فالاهلي ما عندوش مشكله فرح في الحته دي، عنده وفره لعيبه، يعني اللي بيخرج هو اللي بيخش مكانه بيبقى جاهز وزيه بالظبط. الزمالك اعتقد ان عنده مشكله في حته التجانس. انا عبد الله لو لعب، عبد الله خبره وبيعرف يلعب المباريات الثقيله بالذات مباراه الاهلي، يعني عبد الله ما عندوش مشكله في الحته دي. صحيح. بقيه اللعيبه الجديده لا، لسه يعني ناصر اول مره يلعب الاهلي وهو في الزمالك، ممكن العب بالاهلي وانا في فيوتشر، ممكن العب الاهلي وانا في بيراميدز، لا مختلفه لما اكون في الزمالك ضد الاهلي جماهير، والنهارده هنتلعب في السعوديه والجماهير المصريه كتير، نص اهلي ونص زمالك، فهتلاقي في ضغط جماهيري. اللي هيعرف يمسك اعصابه في المباراه دي هو اللي هيفوز. لمده قد ايه؟ يعني نقدر نحكم على المباراه بعد ما يفوت منها وقت قد ايه؟ بالظبط بالظبط تلت ساعه 25 دقيقه. تلت ساعه نقدر نقيم الامور. لان انا ما اعرفش الراجل في دماغه ايه، اعتقد لو لعب مفتوح وهاجم النادي الاهلي من الاول لا هيخسر كتير. لو قفل نص الملعب ولعب على المرتده ممكن يبقى عنده، لو وصلت المباراه طولت شويه ممكن الزمالك يخطف، بس انا بعتقد ان زمن المفاجات انتهى، او زمن ان الماتش ده ملوش مقاييس ومعايير انتهى. دلوقتي الاحسن هو اللي بيكسب يا صاحبي، الاجهز هو اللي بيكسب، فهي المشكله. دلوقتي بقى لنا فتره طويله الاهلي كويس بيكسب، الزمالك كويس بيكسب، كان زمان يقول لك الاهلي لو كويس لا ممكن الزمالك يكسبه، كان ليها معايير زمان ومقاييس، يقول لك ملهاش مقاييس ملهاش، لا دلوقتي ليها. دلوقتي الاهلي بقى له فتره طويله، بقى له حوالي فوق العشر سنين مثلا، لما بيخش يلعب الزمالك اللعيبه بتبقى فايقه قوي، بيبقوا عارفين ان الاهلي هيكسب.
بيبقى يعني احنا بنبقى عارفين من جوانا الاهلي هيكسب. في سنوات لما الزمالك بيبقى فايق بتخش المباراه 50 50 انت مش عارفه. لا دلوقتي انا بقول لك الاهلي اجهز شويه. الزمالك هيجي، الزمالك انا مبسوط السنه دي قوي لانه هيبتدي يعلى مع المباريات مع اللعيبه الجديده دي، جايب خامه كويسه، جايب لعيبه كويسه. هي مساله وقت، عارفه المباراه دي لو بعد شهرين ثلاثه كان اقول لك تقلق شويه لان الزمالك كان الانسجام وفورمه المباراه كان هيتعبوا الاهلي، انما لسه الزمالك من اول السنه الجايه هتلاقيه ابتدى يوقف على حيله ان شاء الله. هنقدر نقول ان تقييم حضرتك ما بعد مباراه الاسماعيلي والداخليه بالنسبه لنادي الزمالك، فعلى اساس ده يعني اتخذت القرار انه لسه ما فيش الانسجام الكافي ما بين اللعيبه؟ لا هو مش قرار قد ما هي رؤيه، ان اللعيب لما بيجي يلعب في نادي جديد مش بيتاقلم على طول، بيبقى معاها حوالي خمسه سته في الملعب هو ما لعبش معاهم قبل كده. يعني انت لو بصيتي على ناصر ماهر ودونجا ما لعبوش مع بعض كتير، لو بصيتي على عبد الله السعيد ودونجا ما لعبوش مع بعض كتير، شيكابالا وعبد الله ما لعبوش مع بعض كتير، انت فاهماني؟ فحته ان يتاقلموا على بعض دي مهمه، مش مهمه. ممكن اللعيب يبقى كويس قوي بس ما فيش تفاهم بينه وبين زميله، ممكن الاثنين يبقوا فايقين في الملعب بس ما فيش تفاهم انسجام. اللي مخلي الاهلي ليه؟ ان التفاهم والانسجام بقاله كتير، حسين مع بيرسيتاو مع كهربا الثلاثي ده بقاله سنتين بيلعب الثلاثه مع بعض ومكسرين الدنيا. خلاص ده تفاهم، لو دخل رضا سليم ابتدى يخش معاه، وسام ابو علي ابتدى يخش. اعتقد ان الاهلي عنده فرصه ان هو يخلص على الجيم بدري بصراحه. مباريات القمه ملهاش كبير وهي خارج كل التوقعات والله يا كابتن، وده حقيقي يعني. ودايما يقول لك برضو الفريق اللي متمكن قوي واللي عنده ثقه في نفسه زايده عن اللزوم في بعض الاحيان ممكن تنقلب الضد وممكن تخليه ان هو يفقد تركيزه، الفريق اللي الناس مش متوقعه ان هو يفوز ممكن تلاقي الموضوع اتقلب، كلها حدوته خارج كل التوقعات. المهم ان احنا بنستمتع بجيم محترم وما بين فريقين كبار، وطبعا حضرتك من خلال خبراتك عارف قيمة وقدر المباراة دي قد ايه بتكون ممتعة لكلا الفريقين. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا بنستنى المباريات دي، اللي بيحب يلعب المباريات دي عدد قليل من اللعيبة، مش كله بيحب يلعب المباراة القمة، لان الباصة بتتحسب في الماتش ده، الاوفر بيتحسب، الترقيصة بتتحسب، الغلطة بيفضل الناس فاكرينها. يعني في مباريات كتيرة الناس فاكرة اللعيبه من احرز هدف او دخل فيه هدف او غلط في هدف، بس المباريات دي اللي بيعرف دايما تصنع النجوم، يعني دايما بيبقى في نجم في المباراه دي وبيطلع وبيعلم مع الناس شويه. مباريات من المباريات الحلوه عيد، عيد بالنسبه للناس كلها في مصر هنا مستنيه وفي الوطن العربي. اتمنى فرح ان المنظر يبقى حلو، ما يبقاش المحتوى من بره شكله حلو والتصوير حلو والملعب جاهز والجماهير كويسه والمحتوى نفسه اللعيبه ضعيفه فنيا، دي مشكله. لو اتمنى زي ما هيبقى الشكل حلو، انا بتاكد ان اخواننا في السعوديه هيعملوا حاجه فوق الخيال. صحيح. كتنظيم الدور بتاع اللعيبه بقى ان يجمل الكلام ده كله يبقوا كويسين في الملعب. بالتاكيد بالتاكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الزمالك والنادي الاهلي قطبي الكره المصريه في مباراه الكاس، نهائي الكاس، مباراه مهمه جدا وممتعه وباذن الله تليق باسم كلا الفريقين.